شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة جاست، وهي إحدى الشركات الرائدة بكوريا الجنوبية في مجال تكنولوجيا تحويل المخلفات الصلبة إلى الوقود البديل، وذلك بديوان عام الوزارة. يأتي توقيع هذا البروتوكول في ظل اهتمام الدولة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة المخلفات والمساهمة في تحسين الأوضاع والبنى الصحية والمعيشية للمواطنين، حيث يهدف هذا البروتوكول إلى التعاون مع الشركة والإنتاج الحربي لإقامة محطات تدوير مخلفات تنتج الوقود البديل لتشغيل أفران مصانع الأسمنت بدلا من الفحمة، وأن هذا التعاون يأتي من خلال الاستراتيجية الخاصة بوزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل جمهورية مصر العربية. عبر الهاتف ينضم إلينا للمزيد من المتابعة المهندس محمد شيرين، وكيل وزارة الإنتاج الحربي والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير. مهندس محمد، أرحب بك. أهلا وسهلا بحضرتك. نعم، يعني إذا سمحت دعني أبدأ معك بمزيد من التفاصيل عن ما تم توقيعه من بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة جي إس تي. شركة جي إس تي الكورية دي شركة من الشركات الرائدة في كوريا، ودي بتستخدم المخلفات بانها بتحولها الى وقود بديل اللي هو الار دي اف. الار دي اف ده بيتم استخدامه في شركات الاسمنت كبديل للفحم، وطبعا دي بتحسن من شؤون البيئه. نعم، يعني دعني يعني ربما اتحدث معك عن اليات تنفيذ هذا البروتوكول. ما العائد المصري، العائد ايضا على الجانب الكوري؟ بالنسبه للعائد علينا في الجانب المصري، طبعا حضرتك دلوقتي في خطه بتم وضعها بواسطه وزاره البيئه، وبتشارك معاها وزاره الانتاج الحربي ووزاره التنميه المحليه والهيئه العربيه للتصنيع، بان احنا دلوقتي بنحط برنامج يتم تنفيذه ان شاء الله في المرحله القادمه بعد العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء والتصديق عليه. احنا دلوقتي ايه المطلوب؟ ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نزود جمع المخلفات وتدوير هذه المخلفات وتقليل الدفن منها. فاحنا بنحاول نستخدم هذه المخلفات في انتاج منتجات مفيده. احنا المصانع التي اقمناها في السابق، اقمنا 65 مصنع في خلال 22 سنه. المصانع ده هي بتنتج السماد العضوي. الحاجة الجديدة بقى ان احنا هننتج بالاضافة للاستماد العضوي الار دي اف، يبقى احنا مثلا كنا بنحول 20% من المتخلفات بننتج بها سماد، هنزود هذا بحيث انها توصل للتخلص من متخلفات نسبة 40% بان احنا بنعمل استماد عضوي. والمرحلة اللي هتكون بعد كده ان شاء الله ان احنا نستخدم هذه المخلفات في انتاج كهرباء. يبقى احنا هننتج سماد، هننتج ار دي اف، والمرحله القادمه ان شاء الله كهرباء. يبقى كده بنستخدم اكبر نسبه من المخلفات وبندفن اقل نسبه منها. نعم مهندس محمد، يعني للتبسيط حتى يعني يفهم من يشاهدنا، مفهوم الار دي اف عائد على ماذا؟ الار دي اف ده عباره عن الوقود البديل اللي هو الريفيوز درايف فيول، اللي هو وقود بديل للفحم. بنتج مادة بستخدمها في اني بحرق في الافران بدل من الفحم. نعم، هل هناك جدول زمني للبدء في هذا المشروع والانتهاء منه؟ هل هناك آليات تم وضعها داخل هذا البروتوكول لبدء يعني العمل في هذا الملف؟ بالضبط يا فندم، احنا اتفقنا ان هو الشركة هتقوم بزيارة شركات الانتاج الحربي اللي هي بتقيم هذه المصانع، والحاجه الاثنين هيزوروا احد المصانع اللي اقامتها وزاره الانتاج الحربي سابقا، وبناء على ذلك تم تشكيل فريق من وزاره الانتاج الحربي مع فريق من الشركه، هيجتمعوا خلال الشهر القادم ويتم وضع جدول زمني للخطوات القادمه لانشاء مثل هذه الخطوط.
نعم، يعني ما الذي يتحمله الجانب الكوري والذي يتحمله الجانب المصري مهندس محمد؟ يعني إن تحدثنا عن العمالة في هذا المشروع، ستكون مصرية أم كورية؟ العمالة ستكون مصرية وفي الشركات المصرية. احنا بنضيف خطوط للمصانع الموجودة حاليا، زي ما قلت لحضرتك احنا بننتج دلوقتي بمياد عضوي، بنضيف خطوط للمصانع الموجودة بحيث يتم انتاج الار دي اف الى جانب السماد العضوي. يبقى احنا بنشغل المصانع بتاعتنا، بنشغل العاملين من عندنا من مصر، احنا بنستخدم الفكر والتكنولوجيا الكورية والمعدات اللي هم هيجيبوها لنا. نعم، دعني ربما أخذ تعليقك مهندس محمد على ما تحدث عنه المدير التنفيذي لشركة جي اس تي، حيث تحدث على أهمية التعاون مع شركات الإنتاج الحربي نظرا لجودة وتميز منتجاتها وفقا لمعايير الجودة العالمية وتوفير إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية مؤهلة ومشاركتها في العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي. نعم، هو دلوقتي حضرتك بالنسبة لهذا الموضوع بالذات، احنا انشأنا 65 مصنع منتشرين في جمهورية مصر العربية منذ عام 1997، يعني احنا عندنا خبرة في انشاء هذه المصانع لمدة 22 سنة سابقة. ده بالنسبة للشق في تدوير المخلفات. اما بالنسبة لشركات الانتاج الحربي، احنا عندنا 17 شركة ومصنع، ال 17 مصنع دول بينتجوا معدات سلاح وذخائر لصالح القوات المسلحه. فحضرتك تتخيلي مدى الدقه التي تتمتع بها الاجهزه المتوفره في هذه المصانع، ومدى مهاره العامل والتدريب اللي بيحصل عليه عشان نطلع منتج يتم توفيره للقوات المسلحه بجوده عاليه جدا. نعم، وصلت الصورة. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف المهندس محمد شيرين وكيل وزارة الإنتاج الحربي والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، شكرا جزيلا لك.